نقاط الثقة من المبين أبدي في حاجة ومن في حاجة ومن في الشكل كنا إنسا نشرف كنا بعد ذلك تكون سلقيتي دو عند كل صغيرة كنا ساعتك وتجيها مني النهاردة عيد ميلادي فأنا بصراحة ما عنديش كلام أقدر أقوله في اكتبولي تحت الكومنتات كنت سواء صغير النهاردة 4/4/2004 أو تاريخ النهاردة النهاردة الحد 4/4/2021 شكرا جدا على دعمكم الفترة اللي فاتت ليا من ناحية الكومنتس من ناحية التعليقات من ناحية كل حاجة زي السنة اللي فاتت برضو كنت عامل فيديو عن عيد ميلادي انا بجد والله العظيم بس كنت من جوه قلبي انا يعتبر بقالي كتير في اليوتيوب من ساعة ما بدأت لحد دلوقتي معاكم كملت 17 سنة الواحد كل يوم يعني بيوصل ليفل بيتعلم حاجة بيتطور من الكونتنت بتاعه وبيتعلم حاجة كل ما بيكبر سنة كل ما بيتعلم حاجة كل ما بيكبر سنة كل ما بيحس نفسه ان هو خلاص بقى واحد يعني هو بقى واحد قبل المسؤولية انا ما عنديش كلام تاني اقدر اقوله لان انا لو كنت اتكلم هقدر اقول انا عارف ان الفيديو ده ملوش اي هدف بس انا منزله علشان اقول لكم ان انا النهارده عيد ميلادي بس فانا بشكركم جدا على دعمكم معايا بشكركم جدا على وقفكم معايا بشكر كل واحد كان مساعد بس ان هو عايز يفرحني مهما كان لو صلى او ايه بس يا رب يكون ده عجبكم الفيديو فياريت تبصوا لكل الناس اللي بتحبني تكتب تحت وصار طيب وانا ارد عليها بنفسي واحط عليها قلوب واستنوا ان شاء الله فيديوهات في رمضان استنوا ان شاء الله يوم الخميس باذن الله كده هينزل لكم ماما اللي هتستنوا يوم الخميس مواعيد نزول فيديوهاتي في رمضان هتبقى هكون مقصر معاكم قوي لان هكون عليا امتحانات ساعتها المهم مش عايز احرق عليكم فبشكركم كده دعمكم بشكركم كده على مجهودكم معايا بس انا ما عنديش كلام تاني والله العظيم اقدر اقوله وربنا يخليكم ليا ما احرمش منكم وان شاء الله اقدر اعمل اي حاجه انتوا يعني تقدموها لي او انا اقدمها ليكوا بس اسيبوا تحت الاتصال طيب كملت 17 سنه ربنا يخليكم ليا طيب قبل ما ننهي الفيديو حابب اقول لكم ان في سيشن دلوقتي على انستجرام فلو انت بتعملي فولو روح اعملي فولو عشان تشوف السيشن مناسبه تاني بس باي سلام عليكم.